أحسن الله إليكم، هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة السائل محمد ياسين، يقول: ما هو حد شارب الخمر من الأحاديث النبوية ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حد شارب الخمر الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم نحو من أربعين جلدة، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما كان في خلافة عمر رضي الله عنه وكثر في الناس شرب الخمر وأصبحت الأربعين لا تردعهم، استشار الصحابة رضي الله عنهم فأشاروا عليه أن يجعلها 80 جلدة، فأمر بها عمر رضي الله عنه بعد مشورة الصحابة وإجماعهم على ذلك. وفعل عمر من سنة الخلفاء الراشدين الذي عليه جمهور أهل العلم أن حد الخمر 80 جلدة، قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وبعض العلماء يقول إن الحد الواجب 40 جلدة، وأما الزيادة عليها فهي من باب التعزير، إذا رأى ولي الأمر الزيادة على 40 من باب التعزير فله أن يفعل ذلك كما فعل عمر. نعم.